السيد رئيس أركان الجيش يزور قطع عمليات صلاح الدين، ويرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، وذلك للاطلاع على الوضع الأمني وانفتاح القطاعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية. ترأس السيد رئيس أركان الجيش مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في مقر قيادة القوات البرية، وبحضور قائد القوات البرية ونائب القائد وعددا من مدراء الهيئات وآمري الآمريات، حيث وجه سيادته بالحيطة والحذر وتكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز النقاط وإنشاء أخرى جديدة وفقا للتحديات. السيد قائد القوات البرية يحضر تنفيذ تمرين مظاهرة عرين الأسود حظيرة المشاة في الدفاع الذي نفذ من قبل قطعات فرقة المشاة الأولى، وذلك لبيان القدرة القتالية والقابلية البدنية للمقاتلين وجاهزية القطاعات العسكرية. زار السيد قائد القوات البرية قاطع مسؤولية قيادة عمليات شرقي صلاح الدين في قضاء طوس خرماتو، وذلك للاطلاع على جاهزية وانفتاح القطاعات العسكرية. زار السيد قائد القوات البرية منفذ عرعر الحدودي، يرافقه قائد الشرطة الاتحادية وقائد عمليات كربلاء المقدسة، وكان في استقباله مدير هيئة المنافذ الحدودية، حيث تم الاطلاع على آلية دخول وخروج حجاج بيت الله الحرام من المنفذ، وذلك لأداء مناسك الحج، كما التقى سيادته بعدد من حجاج بيت الله الحرام حيث قام بتوديعهم. زار السيد قائد القوات البرية جوال قيادة عمليات الأنبار غربي محافظة الأنبار، يرافقه قائد الشرطة الاتحادية وعدد من ضباط هيئة الركن، وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على خطة حماية قوافل حجاج بيت الله الحرام والوضع الأمني ضمن قاطع المسؤولية. نائب قائد القوات البرية ومدير صنف التدريب البدني وألعاب الجيش يحضران احتفالية أقامتها مديرية التدريب البدني لبطولة كأس السيد رئيس أركان الجيش لكرة الطائرة في قاعة الألعاب المغلقة لنادي الجيش الرياضي، حيث أجريت المباراة بين فريق قيادة الدفاع الجوي وفريق قيادة القوات البرية، وانتهت بفوز فريق قيادتنا. السيد نائب قائد القوات البرية يترأس المؤتمر الدوري لآمرية المدفعية عبر الدائرة التلفزيونية، وبحضور مدير صنف المدفعية وآمر آمرية المدفعية قيادتنا مع مستشاري وآمري قيادات العمليات والفرق، حيث تم التأكيد على مستوى الأداء وتدليل المعاضل والمعوقات ومدى الاستعداد القتالي والجاهزية الفنية. قسم الإعلام والتوجيه المعنوي يجري زيارة ميدانية لفرقة المشاة الأولى، حيث تم اللقاء بالمقاتلين والتعرف على أهم احتياجاتهم، وذلك من أجل تعزيز الروح المعنوية للمقاتلين. هيئة التفتيش العسكري تجري تفتيشا للاستعداد القتالي لآمريات ووحدات القيادة، وذلك من أجل تقييم العمل وتقويم مستوى الأداء. حسب توجيه السيد قائد القوات البرية، تم إرسال وفد من مقر قيادة القوات البرية لغرض تقديم التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد ملازم استخبارات مصطفى جواد المكسوسي الذي استشهد أثناء الواجب، وفي السياق ذاته التقى الوفد بذوي الشهيد، وتم نقل مواساة وتعازي السيد قائد القوات البرية.